هنا العكس، استعمل او لا تستعمل العصاك، العنان يغلب. فاذا كان العنان يغلب، هدفك انك تغلب الاشكال هذه زي العصات او المهمات او الادوات الاخرى، فلا تستغرب. انا اقدر استعملها طبعا، تنتقل مهمات، تنتقل اليوم، تستمد تزلق، بس بالنهايه زي ما قلت يصير الوضع ناحيه شكليه فقط، انك ما تعود عصا، ما تستعملها، ما تطق حصان فيها، او مثلا ما راح تدق حصان من ادوس بشكل واضح، او العصا ما راح تضربه، ان ضربت ما راح تفيد، اليد تغلب. ان استمريت فيه يصير ناحيه شكليه، انك حتى لو ضربت او ما ضربت اليد تغلب، بعد اسبوعين كانك شايل الشيء ناحيه شكليه فقط. وشيله بناحيه شكليه يخلي الغرض من شرائه او الركوب فيه لا معنى له. فهذا رايي في موضوع الادوات. في الطرق الاخرى ليش هو شيء اساسي طبعا؟ الادوات لانه صك باب وفك باب. انت منعت الحصان من السحب، حطيتي حق التفضية والتذكية، أو بس حق التفضية في الطرق الأخرى، وش اللي يخليه يستمر في التفضية فقط؟ وش اللي يخليه يستمر في التفضية والتذكية ما يسحب؟ أنك تستعمل جدار خلفي، من لما يتسكر جدار أمامي قدام اللي هو الشكيمة، ولا عنده شيء وراء، يلا بوقف، شو تسوي؟ هذاك يجمع إذا أعطيت قد ما أعطيته، يتكي قد ما تكيت، يزلق قد ما سحبت، أنت ما يعني مسح، وش بتسوي؟ يلا بوقف، أو شو عندك؟ قدام الجدار، بوقف يلا. لازم يسك جدارين يمين يسار، ثم لازم يسك جدار خلفي، فيستعمل العصات او العصيان او الندوس كجدار خلفي يمين يسار، ويستعمل العصات الطويله كجدار خلفي او جدار برضه في بعض الحالات يمين يسار، فتصير كانك مسك عصام جدار واحد، فيبدا صار يجمع عمره يلم عمره لم يعطيك تمام. فعباره عن حبس الحصان ببدوك متحرك، انت تتحكم في البدوك وحصان جوا البدوك يفعل ما يشاء. مجرد انه يجي شيء فوق طاقته بيكسر البدوك، ومجرد انك تجرأ توقف البدوك عن الحركه الحصان كسر البدوك. لكن هناك تقول ما في بدوك، انا ما احصل مهما صار، زمان الخنادق لا نهائيه. فاول شيء تلاحظه لما تتقدم يعني في الركوب، شيء غريب يعني، راكب الحصان مخطط لشيء معين، باقل من دقيقه دقيقتين تلاحظ نفسك انك قاعد تقاوم هذا الشيء. يعني حط بالك اليوم تركب الحصان بقوه، تلاحظ انك بعد دقيقتين تبغى تلكزه وما يتحرك، انك حسيت انك لما لكزته احترم اللكزه، فانت تقول ايش يعني بينطق يعني، ثم تلكزه قوه ترده. يصير التحدي بينك وبين حصانك ترد اذا كزته قوه. كذلك في العصات، كذلك في المهمات، يصير التحدي بينك وبين حصانك حتى لو استعملت منه منطق، ايش عندك؟ يصير الشغل مع حصان كذا. بينما في الطرق الاخرى الوضع يختلف، انك دربت الحصان تدريجيا للغرض المطلوب. اذا يخاف العصات او يخاف من المهماز وانت بس كذا ماسكه، معناته حصان مضروب وسينضرب. مو بس مضروب وسينضرب، لك لو ضربته ثم توقفت عن الضرب مثلا شهر ما عاد يخاف منه. الحصان اللي شلت العصات بس كذا خاف، وبعض الطرق يشيل العصات كذا يخاف منها، هذا مضروب وبينضرب لكن ما تشوفه قدامك. يعني اللي تشوفه كذا قدامك او تشوفه، لكن قبلها كان كذا وبعدها بيكون فيه، الحين يستمر يهابلنا. طبعا هذا الفرق مثل عقب ما تضرب، هل تعاملك بالعنان صح او خطا نقطه اخرى. خيال احسن من الغشيم، بس بالنهايه في ضرب. كذلك المهماز. هنا انت تقول هاب ولا ما هاب، انضرب ولا ما انضرب، اليد تغلب. بما ان اليد تغلب يصير الادوات هذه كلها ناحيه شكليه فقط. زي ما قلت الشكيمه والرشمه وضع يختلف تماما، لان الشكيمه والرشمه تربط الحصان بالخيال. يعني اداه مستمره يعني تربط بينك وبين الحصان اثناء الركوب. يقدر الحصان يشتغل عليك في لحظه، يقدر يسحب، يقول خذ، هذا يقول تك. لكن هذه اداه بيدك انت، انت متحكم فيها وما لها علاقه فيها، انت تضرب متى ما بغيت توخر متى ما بغيت. هناك السرج مربوط عليه وما ادري يسوي شيء، وانت تركب متى ما بغيت تنزل متى ما بغيت. الصداره مربوطه فيه وانت ما لك علاقه فيها. لكن العنان اي خطا هو يستغل عليك. لكن ممكن لو تركب حصان بدون عنان تطيح عاديه، لكن لما تركب عنان تستعمل القوه تطيح حلوه. فالعنان والرشمه تختلف اختلاف جذري عن الادوات الاخرى. هي أداة ممكن الحصان في أي لحظة يستعملها كسلاح عليك بشكل واضح، بينما الأدوات الأخرى ممكن يستعملها سلاح عليك في بعض اللحظات، بس مثلا تقول لو ضربت بي حوسني يلا اضرب وقف، لو ضربت بي حوسني كبه. لكن العنان شو بتسوي وانت وهو قاعد يحوسك وقاعد يقمص؟ تسك العنان، دخلت العنان طحت، أو استغل الارتقاء عليك. فالعنان
والرشمه تختلف اختلاف تدري عن الادوات الاخرى. برضو طبعا الصداره والسرج انا كنت اقارنها برضو بالمنازل العصات، المنازل العصات بزياده لانها شيء متغير، يعني تشتغل عند وخر تضرب توخر تضرب توخر، بينما السرج والصداره شيء مرتبط فيه تماما طول الطلعه بس انت مالك علاقه فيه، فتستغل عليه بس انه مستمر مربوط عليه، لكن هذا لا تستعمل متى ما بغيت. فشين العصات والمهماز من ضده طبعا عادي سوى ما في مشكله، بس تصير ناحيه شكليه هي الشيء الوحيد اللي ممكن امشيك فيه انك تقول لو شلتها الحصان يرتج، يعني ابغى حصان يكون محتر شوي ما ابغى يكون هادي، وهو هذا شوي يحتر شوي يصحى شوي من حقه في الطريقه، انا ابغى ارجعه فاقدر ارجعه بعد الطرق عن طريق الثوب الصوت العصات. اللي انا جربته متاكد تام حتى مع عسايف يعني انه ما يستمر حر، تطلع بالعصات دقيقتين خمس دقائق طلعه واحده مفترض انه بعد شيء ما يعبر العصات، ان عبر العصات عندك خطا. اتكلم مع شخص زلك ان عبر العصات تعبير واضح واستمر خايف منها عندك خطا، مو بس انك ضاربه لا عندك خطا، انك حتى ضربته مفترض ما يعبرها، حتى لو ضربته ما يعبرها لو وكبته صح، من بعد فتره يعرف ضربت محتر لانه عارف انه نبي يغلبه، لكن ان استمر محتر منها معناته ما زال في باله انه ممكن لو انضرب انه ينطلق، ما زال حاط في بال انه في امل لو ضربته ينطلق. لما يعرف انه لو بضربك اختلف سيد الوقوف يبدا يقول حتى ضربتي ما راح اختلف. لكن بعد فتره لما تضربه يصير يصقل يعني يرفس محل الضربه محله، لكن ما يوقف، لما يوقف يضرب محله ما ينطلق ولا يوقف بس يضرب محله، يعني يعرف انه لو حاول يضرب يوقف. يصير الهدف من هذا. طبعا المصر يركب بالعصات سواء في التزيق او في غيره، انا افضل العصات الطويله طبعا والدريساج، ودائما اطلب الخيار الحقيقي يكون فيها ان العصات الطويله وانت راكب الحصان بيدين وتمشي الحصان من قطعته بالشكل هذا، اضرب العصات الطويله بدون ما غير يدي راكب بالشكل هذا اطق ورا، لكن العصات القصيره عشان تطق ورا تضطر تفك ثم تطق ورا فتلخبطك. بينما طبعا كنت في السباق نقطه اخرى الجوكي وضع اخر، لكن بالنسبه للخيار العصات الطويله افضل. يعني عشان تضرب حصان كذلك المهماز من ضمن الاسباب اللي اخترعوا فيها المهماز، بعض الناس يدعي يعني يعني الخيال اللي اخترعوا المهماز او بعض الادوات يدعي انه عشان كذا طوال مره انه ما يبغى الخيال يحرك رجله كثير بالعكس الحصان خاصه لما تركب سرج، فالمهماز يوصل رجلك لبطن الحصان اسرع حتى انت مضطر تحرك كثير خاصه لما تركب السرج، لما تركب بدون سرج طبيعي ان رجلك تتحرك تروح مع الحصان تواكب الحصان عادي، لكن تركب بالسرج يبغى رجل ثابته شوي بس لازم تستعمل رجل، فلما يكون في مهماز ما المس الرجل عشان المس الرجل من هناك بس المس البطن برجلي المس البطن زي كذا، لكن تخيل عندي مهماز هذا بطن الحصان هذه رجلك كل هذا عشان المس الحصان، فكل الحركه دي بتكون يعني زايده عن اللزوم، لكن تخيل برجلي مهماز اسوي بس كذا بس بطن الحصان، من ضمن الاغراض حق المهماز النقطه هذه. فكذلك العصات الطويله، العصات الطويله تدق قطعه الحصان من ورا بدون ما تحرك يدك، لكن اكثر حقين الدراسات يستعملونها. لكن بالنهايه زي ما قلت في نقطه بحث اولى اللي هي موضوع لا تسلك لي واسلك بك، الالم ما يرد الخيل، وانا ما ارى ان المهماز او العصات بالفعل لانها اله الحصان تحكمت في الحصان، ولكن إن كان ولا بد أنك تتكلم في الأداء وتلف الدور وتنصب المهماز أولى بالانتقاد، العصات أولى بالانتقاد. لما يجيني واحد راكب شكيمتين وبسرج وبصدارة وبعصات ومهماز يبغى ينتقد بعض أنواع الشكاية وهي خلاص في إسر يركب فيها وأبدأ منها، ابدأ بنفسك ما أراك أنت صحيح. بالنسبة للتزليق لا أكثر ولا أقل أن تشاري شيء معين لا تستعمله، بل اللي يحصل هو العكس تماما، يعني عكس ما هو مصنوع له، الغرض اللي انت شاريه او راكب فيه عشانه اللي يصير العكس، وان لم يحصل عندك خلل في الطريقه فوري والله انا مصاب. ف يعني انا زي ما قلت قمت اكون شيء عميقه اللي ما اللي مبتدئ في التزليق او اللي ماشي مثلا مقاطع تزليق مو مهم المقطع ده بالنسبه لي ابدا عشان كذا قلتها في البدايه يعني، لكن بالنسبه لي تعمق قد تفيده بشكل واضح، اللغز الزايد تقليل اللغز المتعمد، التعمد في استعمال الصوت، التعمد في عدم استعمال الصوت، استعمال العصات، الصوت، المهماز، السرج، الندوس، الأشياء هذه بتوقف للتزليق وجه لوجه، التزليق ما ينغلب مفترض،
يعني بس ما ينقلب يعني عن طريق انه بيغلب الاداه فالوقف اصلا بس ما عاد لها مفعول. ليش؟ باختصار شديد ما في شيء اضمن من الحصان يحاول ينطلق بالفعل. لما الحصان يقول فك يبا انطلق هذا اقوى شيء، اقوى من العصات، اقوى من الماز، اقوى من اي شيء خاصه العسيف. اذا في الحاله دي ما نجح تبى ينجح من العصات؟ تبغى ينجح من الماز؟ شكله يقول في خلل، معناته لو نجح في الادوات الاخرى معناته اذا كان العصات تخليه يمشي غصب معناته هذا خاف ما ترد يمشي غصب. يعني حتى لو عورته ما ينطلق. اذا هو يدعون عنتها ورماح وكانها اشطان وبئر لما لا ادهم. ف ما اتذكر شطر البيت بس قام قال ما اتذكر شطر الاول لكن فيما معناه يوم قال ولكني تضايق مقدمي. ما اتذكر الشطر الاول في نفس المعلقه لكن شفتها في مقطع فيديو. لكن الشطر الثاني ولكني تضايق مقدمي يعني الزبده في اللي قاعد يقوله واني ما هجيت ما انحشت لكني مع الزحمه يلا تحرك قدام عليهم. يعني الحصان هو ينطعن طعن بالرمح ما يقدر حتى يروح الجهه المعاكسه. اذا كان الحصان ذا لو ضربته بالعصات خاف منها شو بيسوي لو دخلت رمح بصدره؟ ينطق. الان تعرف بالضبط ايش تبغى. الجوكي لا يمكن تلومه على استعمال العصات لانه شيء اساسي مع الجوكي رافع رجوله قايم مع الحصان بالسرج عشان يحرك الحصان يحركه فقط بالدفش حتى ما يقدر يلكز. انت تركز ما يقدر يلكز رجوله فوق مع الركابه صعب جدا يلكز فلا بد من العصات. القفز استعمل الادوات لانه بالنهايه بدون الادوات ممكن ما يقدر يحرك حصان. الادوات مساعده لكن الطرق الاخرى شيء اساسي الادوات هذه عشان الحصان يتقبل القفل بالشكل الفني الكلاسيكي الصحيح. اذا كان خطا مره حصان حاسف هذا يخلي الادوات تفزع له شوي لين يخرب الحصان يبيع يشوف الواحد حصان ثاني. انت هنا غرضك كله على بعض انك تبغى الحصان يعرف ان اليد هي الاساس. اول شيء تسوي لما تركب ادوات من هذه الادوات هو انك توضح الحصان ترى غالبها انت راكب فيها وشاريها عشان تمشي الحصان فيها زين. اول شيء بتسوي بعد خمس دقائق وذكرك انك تحاول تغلب الحصان وانت راكب فيها تبغى توري الحصان ترى غلبته. تصير سباق بينك وبينها. لما تقول شخص ما يبغى اي احد يشكل خطر على منصبه او على مكانه او على كرسيه هذا اقرب مثل للطريقه نفسها. مواكبه الثلاث اقرب مثل لها ان ما تبغى العصات تشكل خطر عليها ما تبغى المهمات تشكل خطر عليها فعطوا تقاوم الادوات فيصبح ما له اي غلط. طبعا اتكلم في العمق لما تعمق يعني لما قلت ثلاث ارباع اتقان خلينا نقول فوق نص الاتقان انت بترد رد حقيقي اما اقل من نص اتقان ربع اتقان رد مش حالك بس لما يجي وقت الجد احسن يحوسك يقدر يعني ينطلق شوي لكن انا اللي بالفعل لا وصل رد قوي يعني متقدم. رد الحصان هو خياله. رد الحصان هو خياله ليش؟ لانه جميع الامور الاخرى ممكن تصير بالصح ممكن تصير بالخطا لكن رد الحصان بالفعل لما يبغى ينطلق ما يصير الا بالاصح مو بس بالصح بالاصح. هذا رايي في النقاط هذه وعلم الصواب.